بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي الكرام، ألتقي بكم اليوم مع نوع آخر من التطبيقات. يتعلق الأمر بتطبيق لتصفح الجرائد والمجلات الوطنية المغربية. هذا التطبيق يدعى ماروك بريس. هذا التطبيق خاصة في تحديثه الأخير أصبح جد متميز بإمكانية استعمال مستعملي فويس أوفر له، بمعنى راعى إمكانية الوصول، وخاصة فويس أوفر راعى في هذا روعية كثيرا في هذا التحديث. إذن أول ما نتجه له في هذا التطبيق هو مني، وتحديدا ريغلاج لنضبط بعض الإعدادات من قبيل تلقي الإشعارات ريسيفوار ليزاليرت، ومن قبيل الصوت المصاحب لهذه الإشعارات، ومن قبيل تحديد لسورس، تحديد مصادر هذا التطبيق، لغات هذه المصادر. بالنسبة لي أنا اخترت الفرنسية والعربية، ولكم أن تضيفوا الإنجليزية أو تختاروا ما تشاءون. ثم ضبط حجم الخط المستعمل في التطبيق. هذه هما الإعدادات باختصار. إذن هذا التطبيق يقوم على فكرة مفادها ما يلي. التطبيق أساسا في البداية حينما يفتح يكون أو يعني يطلعك على مختلف الصحف، ولكن أنت إن أردت أن يعني تحصر مصادر التطبيق في صحف معينة وحتى في تلك الصحف في محاور معينة فلك ذلك. كيف يكون هذا؟ يكون كما يلي. إذن موديفي، كتذهب إلى موديفي. أنا بالنسبة لي تلاحظوا عندي هنا هيسبريس، وعندي تيلكيل، ثم في تيلكيل مختار ألايون وفي هيسبريس مختار سياسة، ثم عندي الخبر مختار فيها الأخبار، ثم جود فيها غير جود، فيها غير محور واحد، ثم وجدة سيتي مختار أيضا وجدة سيتي، لأن ليست كل الصحف تعطيك عدة اختيارات. ولكن هذا الشيء كله قابل لموديفيكاسيون، بمعنى لأجل التغيير أضغط على موديفي الموجودة تحت مني، وفي إمكاني إما بالنسبة لي أنا مثلا أنا عندي هيسبريس وبغيت نزولها، غادي نكليكي هنا هيسبريس ونغير، مثلا راني داير سياسة راه مكوشيا سيليكسيونو، بالنسبة للفويس أوفر يقول سيليكسيونو إي سياسة، نحيدو السياسة مثلا نديرو الرئيسية، وإن كان هذا ليس عمليا إذا نديرو سياسة، ليس عمليا بالنسبة لي، ولا دير أكثر من محور في الصحيفة الواحدة، كما يمكنك أن تضيف أكثر من صحيفة. إذا أنا نضيف سياسة أو ما نضيف والو، في حالة ما إلا ما ضفت والو إلا ديكوشيت كل شيء غادي تنسحب هيسبريس من هذه اللائحة ديال المختارات ديالي. لنفرض أنا استعرضت عليكم العناوين، ولكن ظهر لي نضيف شي عنوان لهذه العناوين مثلا الجهات المغربية مثلا بغيت نضيف ليكونوميست، نكليكي ليكونوميست وندير نكوشي ألاين وندير روتور. أنتم لاحظوا واش غادي تنضاف لعندي، أعود مرة أخرى. إذن ليكونوميست إذن هذه فيها مشكل، impossible de se connecter pour récupérer les derniers articles.
نضيف صحيفة أخرى، نضيف المغرب اليوم مثلا، ونختار فيها الرئيسية هي الوحيدة اللي كاينة، ونرجع باش نطبقوا واش نضافت أو لا. المهم المفروض أنها تنضاف، نخليوها من بعد لعل وعسى أنها تنضاف. إذن موديفي، ها هي هنا موديفي، جاو كاع الصحف هنا كيجيو، يجيو ها هما هنايا، بمعنى أنا عندي خمسة ولا، وهنا راها عناوين كثيرة كثيرة. جون أفريك يعني كان حتى أمور غير مغربية، وخا هي صحف وطنية هاد ماروك بريس، أساسا ماروك بريس، ولكن حتى هاد المحاور اللي كان في صحف أخرى ولعلها عندها علاقة بالمغرب فيمكن لك تضيفها. الجزيرة، جوجل نيوز، طبعا باش تكون على علم بكل ما يقع. الملاحظ المغربية، الملاحظ 360 مغاربة بريس، نديرو مغاربة بريس. سورس ديسبونيبل هادي قالت لي نشوف. أيوة هادي نضافت، هادي نضافت، ما كانتش عندي هي نضافت لأن قال لي سورس ديسبونيبل. كيف أطلع على هاد الجرائد التي تم اختيارها؟ فبعد العنوان هبط مرة باليمين بالنسبة لصحاب فويس أوفر، والمستعملين العاديين يكليكي على الجريدة المختارة، ها هو، وغادي يجي ذاك المحور اللي هو اختاره في الجريدة. أكد مصدر مسؤول الخارجية دعم المغرب للإمارات دفع لخطر الأرهاب، أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة، إلى آخره. فيرمي. إذن كل ما تبغي تقرأ شي محور من المحاور لك أن تضغط عليه. في المنيو عندنا معلومات على لابليكاسيون، في ابروبو دو لابليكاسيون، ما سيليكسيون، ما سيليكسيون باش المقصود في ما سيليكسيون ما غاديش تجيني ما سيليكسيون يعني اللي اختاريتها، لا غادي تجيني كل الصحف باش نضيف شي حاجه لما سيليكسيون، هذا هو المقصود. والا فإلا بغيت نطالع على لا سيليكسيون ديالي، فبار ديفو غادي تفتح لي لابليكاسيون في لا سيليكسيون ديالي. اذا وفي اي لحظه نقدر ندير اون ريشيرش على شي، ايوا على اي حاجه، سواء خبر، سواء عنوان صحيفه، سواء انا ندير مثلا نفرض نكتب ندير الرجاء. جا كل ما يتعلق بالرجاء. إذا والحسن الحظ أن فويس أوفر يقرأ كل محتوى الشاشة. إذن عندي هنا روبريك و إيديتور. هنا روبريك لي زونغلي، طبعا تحت ما سيليكسيون كاين روبريك غادي تصنفو، إيديتور غادي تصنفو بلي زيديسيون يعني بالجرائد، الجريدة أو المجلة، و روبريك غادي تصنفو بلي روبريك اللي اختاريت أنا. لي روبريك هما ديك من دخل الجريدة كنلقى سياسة الرئيسية إلى آخره. إذن فنختم بالموني، عناصر الموني، ما سيليكسيون، إلا بغيت نمشي لما سيليكسيون هنا نمشي الموني، وغادي نمشي غير ما سيليكسيون، توت لا بريس، ماروك،
هنا الا بغيت نبحث بطريقه اخرى من غير ديك لا سيليكسيون ديالي اللي دايرها دائما، انا بغيت وقع شي خبر وبغيت نمشي ديريكت لك الخانه ديال داك الخبر. ماروك، موند، فيل، ايكونومي، سبور، سيونس تكنو. مثلا نمشيو سيونس تكنو. الى اخره. ابروكسيميتي هنا اكيد غادي يقول لك، نشوف واش غادي يقولنا. طبعا غادي يعطينا كل ما هو متعلق بالمغرب، ولكن قالنا اوكين سورس ربما لانني مديزاكتيفي لا لوكاليزاسيون. اذن هذا كل ما يتعلق بهذا الابليكاسيون الرائعه. نتمنى لكم ان شاء الله قراءه ممتعه للصحف والمجلات المغربيه. التقي بكم ان شاء الله تعالى في مره مقبله للحديث عن تطبيق اخر في مجال اخر، قد يكون هذا المجال وقد يكون غيره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.